السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، وتحديث التحليل الأسبوعي للسوق القطري ليوم 28/9. هنبتدي أول حاجة بالمؤشر العام. المؤشر العام طبعا خلال تداولات أول 3 أيام في الأسبوع من يوم الأحد حتى اليوم الثلاث، السهم أو المؤشر وصل معانا من مستويات ال 11233 أو ال 11245 الافتتاح بتاعه، وصل معانا اليوم لل 11386، وقلنا واشرنا ان احنا عندنا منطقة العرض بتاعتنا ما بين ال 11340 لل 11408، وقلنا هي دي المنطقة اللي هيكون مستهدفها المؤشر خلال الفترة القادمة. وفعلا المؤشر استهدف المنطقة دي ووصل ليها بنجاح الحمد لله زي ما توقعنا بالظبط، ودلوقتي هو واقف عندها. طبعا احنا قلنا ان احنا عشان المؤشر يستكمل الصعود لازم نشوف اغلاق فوق ال 11408. لو شفنا اغلاق فوق ال 11408 اتوقع ان شاء الله ان احنا ممكن نشوف ارتفاعات قد تصل لل 11874 او 880 تقريبا في الرينج ده باذن الله، بس بشرط طبعا ان احنا نخترق ال 11408 ونشوف ثبات اعلاها. لو السهم او المؤشر يعني فضل ثابت اعلى المنطقة دي وما نزلش اسفلها مرة تانية، يبقى اتوقع مزيد من الارتفاعات باذن الله على المؤشر العام. ننتقل للاسهم بتاعتنا. عندنا السهم البنك التجاري. البنك التجاري برضو يعني هو مازال في نفس المنطقة الوايد رينج اللي ماشي فيه. النهاردة فتح على فجوة سعرية هابطة كبيرة، ولكن اغلقها واغلق على ارتفاع ممتاز جدا النهاردة، ولكن ارتفاع طبعا مقارنة بال يعني بالارتفاعات السابقة ده مش ارتفاع، مش مكمل حتى 0.5%. وطبعا مقارنة طبعا برضو باغلاق امبارح يعني برضو مش ارتفاع، يعني لان هو من اغلاق امبارح برضو مش مكمل 0.5%، 38%. لكن بعد ما نزل فتح جاب وطلع سد الجاب ده يعني طلع حوالي 2.5%. انا شايف النهاردة شمعة ممتازة، شمعة بسبريد عالي كويسة جدا جدا بتدعم الصعود. لو السهم فضل محافظ على الاغلاقات بتاعته بالشكل ده اتوقع ان ممكن قريبا جدا نشوف مستوى 6.24، ولو اخترقها هنشوف مستويات اعلى زي ما قلنا قبل كده. نيجي لسهم دلالة. سهم دلالة طبعا ارتفع معانا من بداية الاسبوع حتى اليوم حوالي 1.5%. طبعا شفنا امبارح ارتفاع كويس للسهم، ولكن للأسف اغلق على تراجع. يعني كنت اتمنى ان هو نشوفه عند 1.56 ولا حاجة، بس للأسف نزل اغلق تحت 1.53 بالظبط، او اغلق على 1.53 او 2.5 1.53 بالظبط. والنهاردة عمل اعادة اختبار لل 1.53 وصعد منها مرة تانية. شايف برضو ان سهم دلالة مازال كويس، اغلاقات بتاعته ممتازة جدا بتدعم الصعود، فانا شايف باذن الله ان سهم دلالة ممكن يواصل الصعود بشكل كبير، يوصل لل 1.5980، ولو اخترقها ان شاء الله نوصل معاه لل 1.7160 لل 1.80 وباقي الاهداف اللي احنا قلناها قبل كده. نيجي لبنك الدوحة. بنك الدوحة معانا يعني النهاردة قلت هيخترق النموذج المثلث المتماثل بتاعنا او نموذج العلم، ولكن ما اخترقش للأسف، والاغلاقات بتاعته سلبية. فاللي معايا سهم بنك الدوحة يقدر يبيع دلوقتي، لان السهم دلوقتي يعني اتوقع ان هو ممكن يبتدي يتراجع شوية، خاصة كمان ان امبارح كان عندنا الترا هاي فوليوم، وقلت النهاردة لو كان اغلق فوق الهاي بتاع الالترا هاي فوليوم ده كنت ممكن اقول مثلا ان هو هيكمل. كان الهاي بتاعنا عند الواحد عند الاثنين 81.60، النهاردة اغلق عند الاثنين 81.40 فنزل تحت الهاي، فاتوقع ان هو ممكن يرجع تاني يصحح شوية وبعدين نشوف هيعمل ايه بنك الدوحة. نيجي الانماء. انماء النهارده طبعا كان من ضمن الاسهم الكتير، يعني من ضمن 10 اسهم او 11 سهم نزلوا النهارده باستثناء باقي الاسهم طبعا. نزل عمل تراجع معانا حوالي 2% او 1.91% بالظبط.
واغلق عند مستويات ال5 ريال و3 درهم بعد طبعا ما شفنا ارتفاعات ممتازه جدا بدايه يوم الاحد ويوم الاثنين امس. النهارده رجع على التراجعات، فتح على فجوه هابطه واستكمل الهبوط زي ما قلنا حوالي 1.91%، ولكن هبوط بدون فوليوم. فانا شايف ان سهم انماء مازال كويس ومازال صاعد وشايفه للشراء، وعندنا نقطة المقاومة او منطقة العرض اللي هتواجهه ممكن يبتدي ينزل منها نزول قوي من 5.38 ل5.50. نروح لبنك الخليجي. البنك الخليجي طبعا النهاردة فتح على فجوة هابطة وطلع سد الفجوة دي وصعد معانا، اغلق على ارتفاع ضئيل جدا جدا، بس برضو سهم البنك الخليجي ما فيش عليه اي جديد، يعني نفس التحليل اللي ذكرناه في التحليل الاسبوعي، لازم نشوف اغلاق فوق ال2.28 عشان نشوف ارتفاع. نروح للريان. الريان شفنا ان هو هابط ومازال هابط معانا ومستنيينه من عند الترند ده يدينا اشارة كويسة عشان ندخل فيه ان شاء الله. بالنسبة للإيجارة، الإيجارة برضو حصل تراجع عليه يوم الأحد، بعد كده يوم الاثنين ارتفع والثلاثة النهاردة ارتفع، ولكن الارتفاعات ضعيفة جدا جدا. في عملية تجميع بتحصل على سهم الإيجارة، المنطقة اهو شايفين قاعد بيجمع عندها، ولو حطينا مؤشر الـ RSI أو السوكاستيك هنلاقي إن هو تقريبا ممكن نشوف في تشبع، كان في تشبع هنا أهو في المنطقة دي كده أول لما وصل للمنطقة وبعدين نزل تاني، هو دلوقتي في منطقة تجميع. بص على الستوكاستيك، الستوكاستيك برضو نفس الحركة بتاع الـ RSI. فأنا شايف إن هو السهم طالما أعلى المنطقة دي، يعني زي ما قلنا في التحليل الأسبوعي، طالما أعلى المنطقة الحالية دي فهو للصعود، بس احنا ممكن نشوف تجميع. وللأسف لحد الآن مفيش سيولة قوية على السهم، شايفين تراجع في السيولة عامل ازاي هنا، فلو في سيولة قوية دخلت على بنك الإيجارة هنشوف ارتفاع قوي للسهم بإذن الله. نروح للبنك الأول. البنك الأول ما زلت شايفه صاعد وما زلت شايف إن هو ممكن يخترق بقوة القناة السعرية الهابطة اللي عندنا، لو اخترقها وأغلق عليها إن شاء الله هيوصل للواحد 90.90 ثم الواحد 93.50، لكن لو ما اخترقهاش ممكن ينزل تاني لمنطقة الطلب اللي احنا شاريين منها من الواحد 75 للواحد 79، ومنها يرجع تاني للارتفاع إن شاء الله. المصرف الاسلامي طلع معانا شوية من بداية الاسبوع، هو دلوقتي عند منطقة العرض، ما زلنا منتظرين اختراق ال 18.48 عشان نقدر نقول ان السهم للشراء، لكن دلوقتي غير مناسب للدخول تماما. البنك الدولي نفس الكلام، لسه برضو غير مناسب للدخول، ما زلنا منتظرين الهبوط والارتكاز على الترند الصاعد او اختراق مستوى 9.74 عشان نقدر نشتري في البنك الدولي. QNB برضو واقف عند منطقة الطلب بتاعتنا من 18.86 ل19 ريال، واقف عند المنطقة دي وفي وايد رينج بدأوا السهم من تاريخ 19.8 حتى الآن، منتظرين اختراق 19.20 والإغلاق عليها عشان نقدر نقول إن هو يروح ل19.60، وفي حالة اختراقها نوصل لل20.10 بإذن الله. قطر وعمان صعدت النهارده معانا صعود كويس الى حد ما، طبعا وصلت للهاي بتاعها 94.80 وبدات تنزل تاني، فشايف ان هو قربت جدا برضو من نقطه الاختناق السعري، وما زلنا برضو متمسكين بوجهه نظري على سهم قطر وعمان، اللي هي عندنا السهم قد يصل لل 1.089 وبعدها ان شاء الله ال 1.23 في حاله الاغلاق اعلى المستوى ده. بالنسبة للأعمال بدأت تهبط من منطقة العرض اللي أشرنا ليها الواحد 4 للواحد 1.059، شفنا هبوط وتراجع، أتوقع مواصلة الهبوط دي للمستوى منطقة الطلب مرة تانية، لو وصل لها وادانا إشارة ممكن ندخل على سهم أعمال إن شاء الله. الخليج الدولية ارتفعت النهاردة الحمد لله معانا ارتفاع ممتاز، واشرنا في جروب التوصيات ان احنا خلاص هنخرج من السهم، وخرجنا الحمد لله من السهم بربح حوالي 8.5%، كنا شاريين من الواحد 49، صعد معانا السهم الحمد لله صعود ممتاز جدا جدا، وقلنا واشرنا ان السهم في ترند صاعد، وقلنا ان هو ممكن ينزل يرتكز على الترند ده ويصعد تاني، لكن هو صعد على طول قبل ما يرتكز على الترند بحاجات بسيطة. فانا شايف ان سهم الخليج الدولية ان شاء الله ممكن ندخل فيه مرة تانية امتى، في حالة الاغلاق فوق الواحد 63.90، لو اغلق فوق الواحد 63.90 ان شاء الله ممكن نشوف ارتفاع قوي على الخليج الدولية، قد يستهدف معانا مستويات
الواحد 68 60 والواحد 68، او لحظة نقول الرقم بالظبط، الواحد 68 70 بالظبط للواحد 72. دي هتبقى منطقة العرض التالية في حالة الإغلاق فوق الواحد 63 90 إن شاء الله، ما بين الواحد 68 70 للواحد 72، وفي حالة اختراقها والإغلاق عليها ممكن نروح للواحد 77 بإذن الله. نروح لاستثمار القبضة. استثمار القبضة رجعت عملت إعادة اختبار تاني النهاردة طبعا، يعني اخترقت مستوى المقاومة عند الواحد 42 90 وعملت إعادة اختبار. لو بصينا على الساعة هنشوف الشكل أوضح أهو، طلع عمل إعادة اختبار ممتاز جدا جدا في أول شمعة في السوق أهو، وبعدين نزل عمل إعادة اختبار. أتوقع إن هو طالما ما أغلقش تحت الواحد 42 90 ممكن نشوف ارتفاع مرة تانية لاستثمار القبضة، وانا شايف ان استثمار القبضة ما زالت ممتازة وهترجع تاني لمستوى الواحد 49. اي نعم النهاردة في فوليوم عالي وتداول عالي على سهم استثمار، ولكن انا شايف ان الحفاظ على يعني السهم لو حافظ على الاغلاقات بتاعته فوق الواحد 42 90 هيروح للواحد 49 باذن الله. نروح لسهم صناعات قطر، وصناعات قطر طبعا الحمد لله اشرنا ليها للصعود من ال 12 90، ومن ال 12 90 صعدت معانا حوالي 16% 16% صعود واكتر كمان، يعني السهم صعد معانا صعود ممتاز جدا جدا جدا. للاسف احنا اغلقنا على يعني نسبة بسيطة عند ال 13 69، بس الحمد لله ملناش نصيب فيه ومعوضينها في اسهم تانية الحمد لله زي كامكو اغلقنا على ربح 15%، عندنا الخليج الدولية اغلقنا على ربح حوالي 8.5%، يعني من سهمين بس واخدين حوالي 21%. فالحمد لله سهم صناعات قطر وصل للهدف بتاعنا والتحليل بتاعنا، يعني الحمد لله السهم مشي معايا بالملي ووصل للاهداف بالملي. استقرار السهم اعلى ال 14 90، ممكن نشوف ال 15 24 ال 15 67. نروح لمجمع المناعي، مجمع المناعي لا جديد يذكر عليه. نروح لمسعيد، سهم مسعيد معانا للاسف هبط معانا، ولكن السهم مدينا اشاره ممتازه جدا جدا والسهم مرتد من منطقه طلب ممتازه ما بين ال 2 19 لل 2 22. انا واقف الخساره بتاعي على سهم مسعيد، لو اغلق تحت 2 ريال و19 درهم ده كده خلاص هيبقى واقف خساره بالنسبه لي وهخرج من السهم، لكن السهم معايا اعلى منطقه شراء اهي ما بين ال 2 19 لل 2 22. طالما السهم اعلى المنطقة دي فانا متمسك بالسهم وشايف ان السهم هيرجع تاني للصعود ان شاء الله، ممكن يصحح بس المنتصف الشمعة اللي بتلعية دي ومنها يرجع تاني للارتفاع باذن الله. نروح لسهم كامكو. سهم كامكو بعنا النهاردة يعني باقي الكمية كلها اللي معانا الحمد لله على ربح ممتاز جدا في سهم كامكو، وصل للواحد 89 الهدف الاخير بتاعنا. وطبعا احنا شفنا امبارح الاغلاق كان عامل ازاي، بعد ما وصل للواحد 90 90 بدأ ينزل تاني، النهاردة طلع عمل اعادة اختبار للواحد 89 ووصل للواحد 89 90 وبدأ ينزل مرة تانية مش قادر يستقر فوق الواحد 89. فلو شفنا استقرار فوق الواحد 89 والاغلاق عليها ممكن ساعتها افكر في الشراء مرة تانية، والافضل طبعا ان انا استنى يصحح شوية وبعدين اشتري مرة تانية. انا ممكن استنى يصحح مرة تانية للواحد 73، او مثلا هو كون لي منطقة طلب هنا اهي من الواحد 73 للواحد 77 90، دي المنطقة اللي كونها لي، هشوف لو السهم نزل عندها مرة تانية وادانا اشارة كويسة ساعتها ممكن اشتري سهم كامكو تاني، وساعتها كمان هيكون متوافق معانا مع الارتكاز على الترند الصاعد. نروح للمستثمرين. المستثمرين النهارده وصل لل 2.58 ونزل تاني للاسف، ولكن ما زلت شايف السهم صاعد والسهم التداولات بتاعته ممتازه جدا جدا، بالرغم طبعا من ان هو بيطلع وينزل تاني بس التداولات بتاعته ممتازه، وشايف ان السهم هيكون للصعود ان شاء الله، ممكن يصل معانا ال 2.63 90 لل 2.68 90، وفي حاله اختراقها والاغلاق عليها هيروح لل 2.77 40. نروح للتحويليه. سهم التحويليه معانا
السهم حاليا برضو يعني ما فيش جديد يذكر عليه، لسه يعتبر عند منطقة العرض اللي أشرنا ليها في التحليل الأسبوعي، اللي لو اخترقها عند 3.08 ريال هتشوف ارتفاع قوي للسهم بإذن الله. نروح لسهم الأسمنت. سهم الأسمنت معانا تراجع تاني وصل لل94، ولكن برضو مازال أعلى المنطقة الشرائية عند ال84 لل487. طالما السهم أعلى المنطقة دي فأنا شايف إن السهم ممكن يرتفع في أي لحظة، هيصل معانا ل5.05 ريال، وفي حالة اختراقها هنروح لل5.17 ريال ثم ال5.30 ريال بإذن الله. نروح لسهم مخازن. سهم مخازن تراجع تاني ولكن هو مازال اعلى منطقة الشراء ما بين ال4.97 ل5.03 ريال. لو فضل اعلى المنطقة دي ممكن في اي وقت يرتفع، وما زلت شايف ان هو ممكن يرتفع لو ما كسرش المنطقة دي، لكن لو كسر منطقة الطلب دي ساعتها ممكن ينزل معانا لل4.80 لل4.90، ودي هتكون منطقة طلب قوية في حالة الوصول ليها. شايفين طبعا المنطقة دي اهي كان ارتفع منها بقوة ازاي قبل كده، والناس اللي معايا في التوصيات من زمان كنت فاكر ان احنا خدنا توصية كانت شهر 10 السنة اللي فاتت، يعني كان هنا بالظبط السهم كان عند ال94، وطلع معانا السهم لل4.35، يعني حوالي كان 9.5% تقريبا، وصل معانا ل5.37 كمان. فالسهم لو نزل للمنطقة دي برضه هتكون فرصة كويسة جدا على سهم مخازن. بالنسبة لسهم النقلات، سهم النقلات النهاردة تراجع، يعني تراجع بسيط جدا بالرغم من إغلاق امبارح كان إغلاق ممتاز، وبرضه يعني حاله حال معظم الأسهم، هو أعلى منطقة طلب ممتازة جدا ما بين ال3 لل3.05 ريال. فأنا شايف إن هو لو فضل أعلى المنطقة دي هيروح لل3.12، بعد ال3.12 ممكن نزود الكمية لل3.18 ثم ال3.26. الملاحة لا جديد يذكر عليها، بروة النهاردة اخترقت ال3.13.40، ولكن للأسف يعني ما كملتش الجميل بتاعها، طلعت اخترقت وفضلت ثابتة فوق ال3.13.40 لحد قبل الإغلاق بساعة تقريبا أهو، يعني فضلت أول ساعة في السوق، بعد كده تاني ساعة، بعد كده أي تالت ساعة، في الساعة الأخيرة هبطت ونزلت وكسرت، يعني هو عمل إعادة اختبار مرتين بعد ما اخترق، وللأسف كسر وأغلق تحت ال3.13.40. عشان كده دايما الناس اللي بتسألني أقول يا جماعة لازم، لحظة واحدة معلش، أقول يا جماعة لازم نشوف الإغلاق، لازم نشوف الإغلاق هيبقى عامل ازاي، لان الاغلاق هو اللي بيحدد. بص الاغلاق بتاع النهارده ده عامل ازاي، اغلاق سلبي جدا، اغلاق سلبي جدا، وشمعه انعكاس بيعي قويه جدا ووحشه جدا. فعشان كده لما حد بيسالني واقول نستنى الاغلاق اليومي نسمع الكلام. نروح لسهم بروه، سهم اسدان عفوا، سهم اسدان معانا ارتفع النهارده، معانا ارتفاع كويس الى حد ما، يعني مش الارتفاع اللي هو القوي قوي بس الى حد ما كويس، من منطقة طلب الى حد ما كويسة. منتظرين برضو على اسدان اختراق ال61.20، وانا شايف مدام احنا في قطاع العقارات، كان حد استاذ فاضل، يعني استاذ فاضل معانا في التوصيات، بعت لي كان في خبر، الخبر ده بيقول ان قطر او الدولة قالت ان يعني لاول مرة من حاجة لاول مرة من الناحية النهائية يفتحوا الناس او السكان القطريين اللي في قطر اللي عندهم منازل يستضيفوا الجماهير اللي في كأس العالم. في كأس العالم طبعا الجماهير بيجي لك من كل مكان في العالم كله، يجي لك من روسيا، يجي لك من اسبانيا، من ايطاليا، من فرنسا، من البرازيل، من كل مكان في العالم بيجي لك المشجعين يعني للمنتخبات بتاعتهم. فطبعا بما ان قطر دولة صغيرة فانا متوقع طبعا ان يعني هم عملوا النظام ده عشان مفيش فعلا مفيش يعني الفنادق مش هتاخد الكباستي بتاعتنا دي كلها، يعني بتاعت الناس اللي هتجيلك دي كلها مش هيبقى فيه اماكن ليهم، مش هتقدر تعمل الكلام ده
عشان دولة صغيرة ومفيش أماكن فيها كتير، أو الفنادق مش هتاخد الناس دي كده كلها. ففتحت المبادرة دي إنها تستضيف الناس بتاعتها. وعلى فكرة المبادرة دي مش موجودة في قطر بس، أو يعني مش قطر أول ناس تعلن عنها، المبادرة دي موجودة في أوروبا، حاجة اسمها الكوشيرينج. الكو شيرينج تقدروا تعملوا سيرش عنها وهتقروا كتير وهتعرفوا كتير عنها يعني. فالمبادرة دي يعني أتوقع لو تمت هتعمل طفرة في قطاع العقارات، أتوقع بنسبة كبيرة في قطاع العقارات ممكن يكون فيه طفرة، وممكن نشوف ارتفاعات ليه قوية خلال الفترة القادمة، خاصة إن إحنا عندنا أهو يعني لو بصينا على مؤشر قطاع العقارات قاعد بيجمع بقاله فترة كبيرة، وبعد الصعود القوي حصل تصحيح قوي كمان ورجع يجمع تاني هنا، ويعني شايفين المنطقة دي اهي قاعد بيجمع فيها بقاله فترة. فلو حصل فعلا يعني اتوقع ان يكون في طفرة في قطاع العقارات، وممكن نشوف ارقام كويسة جدا جدا في قطاع العقارات خلال الفترة القادمة ان شاء الله. فانا شايف ان سهم ازدان لو اخترق الواحد 60 20 ان شاء الله يصعد للواحد 69 90، وبعدين الواحد 71 70، وفي حالة اختراقها والاغلاق عليها قد نصل للواحد 84 50 باذن الله. نروح لسهم مزايا. مزايا برضو ارتفع النهاردة ارتفاع كويس الى حد ما، بس لا جديد يذكر عليه، منتظرين اختراق القناة السعرية الهابطة. بالنسبة للمتحدة للتنمية برضو ارتفع معنا من بداية الأسبوع يوم الأحد والاثنين والثلاث في ارتفاع ممتاز، النهاردة وصل 0.5% تقريبا، لكن من بداية الأسبوع ارتفع معانا يعني ما زادش عن 2%، 1.12% تقريبا. منتظرين اختراق الواحد 55 للواحد 59 90، لو تم اختراق المنطقة دي واختراق الترند الهابط أتوقع ان احنا نوصل للواحد 69 40 ثم الواحد 80. روح للخليج التكافلي. الخليج التكافلي اخيرا اخترق معانا نموذج المثلث المتماثل ونزل يعمل اعادة اختبار اهو، يعني اتوقع ان الخليج التكافلي هيرجع تاني للارتفاع بمجرد ما يعمل اعادة اختبار. هيكون هدفنا باذن الله في الخليج التكافلي 4 74 80 ثم الخمسة 11 والخمسة 34. قطر للتأمين. قطر للتأمين قلنا هابطة وما زالت هابطة ومنتظرينها من المنطقة دي زي ما قلنا في التحليل الأسبوعي، لو وصلت ليها وادتنا إشارة انعكاسية كويسة هتكون فرصة للدخول بإذن الله. روح لكيو ال ام. كيو ال ام لسه برضو ما وصلتش، مفيش جديد يذكر عليها خالص. طبعا سهم اريد وسهم فودافون قطر من الاسهم اللي ارتفعت ارتفاعات ممتازه جدا جدا يوم الحد الماضي، ارتفع معانا اريد 1.14%، ويوم الاثنين ارتفع معانا حوالي 0.5% او 0.25% تقريبا. يعني احنا لحد الان سهم اريد مرتفع معانا من بدايه الاسبوع حوالي 1.5%، وشايف ان هو ممكن يستمر في الصعود، خاصه ان احنا كان عندنا هنا في مقاومه وتم اهي مقاومه عندنا هنا النقطه دي. اهو كان عند ال 7 18 50 تم اختراقها والاغلاق عليها وعمل عدة اختبار وبعدين صعد تاني اهو. فانا شايف ان استقرار فوق المقاومه دي يستكمل معانا الصعود لمنطقه العرض ما بين 7 37 لل 7 54 70، ولو اغلق عليها يوصل لل 7 70 باذن الله. فودافون قطر ارتفع برضو معانا ووصل لمنطقة العرض ما بين الواحد 62 للواحد 64، منطقة عرض قوية لازم نشوف اغلاق اعلاها. لو شفنا اغلاق اعلى الواحد 64 واغلق اعلاها اتوقع ان شاء الله ان سهم فودافون قطر هيصعد بقوة كبيرة جدا جدا، قد تصل للواحد 78 ثم الواحد 85 واخيرا الواحد 92. سهم بلدنا. سهم بلدنا لسه داخل نموذج العالم بتاعنا، او ممكن نقول مثلث متماثل برضو او عالم، الاثنين يمشوا معانا. قربنا لنقطة الاختناق السعري، لو وصلها ان شاء الله وتم الاختراق لاعلى هتكون في صعود كويس على سهم بلدنا، قد يصل للواحد 74 50 مرورا طبعا بالواحد 70 10، وفي حالة اختراق الواحد 74 50 والاغلاق عليها هيكون عندنا صعود قوي جدا للسهم، قد يصل معانا المستوى ال 2 ريال 26 درهم.
نيجي لسهم الرعاية، وسهم الرعاية أشرنا ليه كذا مرة وقلت يا جماعة سهم الرعاية صاعد وما يغركمش الكسر الكاذب اللي حصل هنا، وده رابع أو خامس فيديو أقول فيه الكلام ده. ما زلت شايف إن سهم الرعاية ممتاز وصعد النهاردة صعود كويس جدا جدا، فشايف إن سهم الرعاية لسه ليه استكمال للصعود إن شاء الله، هيوصل لل 861 98، وفي حالة اختراقكم بإذن الله يوصل معانا لل 935 ثم ال 10 ريال و30 درهم. روح للطبية، الطبية طبعا بعد ما فتحت يوم الـ بعد ما اغلقت يوم الاحد الماضي على شمعة انعكاسية نزلت يوم الاثنين، الثلاثة النهاردة رجعت تاني للارتفاع، ولكن لسه ما اخترقتش الثلاثة 14-30. لو تم اختراق الثلاثة 14-30 ساعتها هيكون فرصة كويسة ان احنا نستهدف الثلاثة 38-70، لكن لحد الان مفيش اي اشارة للدخول خالص على السهم، ولو السهم فضل تحت الثلاثة 14-30 شايف ان هو ممكن يهبط. نيجي لسهم السلام، سهم السلام للأسف للأسف يعني النهاردة كنت أتمنى إن هو يقفل على ارتفاع، يعني كان ارتفع معانا ارتفاع يعني جميل جدا ووصل لل 97، ولكن أغلق على تراجع وشمعة شكلها وحش جدا يعني، بس اللي أنا مطمني إن هي قريبة من منطقة الطلب، يعني حتى لو نزل هينزل لمنطقة الطلب دي مرة تانية ما بين ال 91-80 ل 94-80 دي المنطقة. كنت أتمنى إن هو يقفل عند ال 97 طبعا أو حتى ال 96-50، وكنت اتوقع ان ساعتها ممكن يكمل، لكن دلوقتي زي ما قلت ممكن ينزل يصحح شويه وبعدين يرجع تاني للارتفاع، ولو اخترق ال 98-70 ان شاء الله يوصل لمنطقه العرض الثانيه ما بين 1.035 لل 1.058. ودام من بدايه الاسبوع على ارتفاع كويس، ما فيش جديد يذكر عليه طالما على منطقه الطلب فاحنا في السيف سايد. اخر حاجة معانا سهم زاد، برضو سهم زاد لسه زي ما هو ماشي في وايد رينج بقاله فترة كبيرة، ادي الوايد رينج بتاعنا على سهم زاد اهو ماشي فيه، فاحنا عندنا لو كسر ال 15-47 هنشوف مزيد من الهبوط، لو اخترق ال 19 ال 16 ريال و 19-60 واغلق عليها ممكن نشوف استمرار للصعود ان شاء الله وقد يصل لل 18-45. بكده اكون خلصت التحليل او تحديث التحليل الاسبوع للسوق القطري، اتمنى اكون افدتكم، شكرا ليكم والسلام عليكم.